يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يقول صدق الله العظيم عند الانتهاء من قراءة سورة من القرآن، وهل ينكر على من يقول ذلك؟ نعم، هذا ما ورد ولا له أصل، هذا إنما الناس أحدثوه ولا له أصل، وليس من آداب القراءة الواردة أنه يقال صدق الله عظيم عند نهاية القرآن، ما ورد هذا، إنما هذا شيء استحسنه الناس وقلد بعضهم بعضا فيه. والمشكلة أن الآن العوام أو كثير من العوام يظنون أن هذه آية من القرآن صدق الله العظيم، وأن من لم يقلها فإنه ترك آية من القرآن. نعم.